في ملفنا الأول استمرار التوتر الأمني في القدس والضفة الغربية، حيث قتل فلسطينيان أثناء مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في شرق قلقيلية في الضفة الغربية والآخر في مخيم شعفاط في القدس، في وقت تستمر به القوات الإسرائيلية حملة الاعتقالات. وزير الأمن القومي تامر بن غفير هدد بدخول المسجد الأقصى مجددا على الرغم من طمأنة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الملك الأردني عبد الله الثاني عدم تغيير الوضع الراهن في القدس. تهديد بن غفير جاء على الرغم من إعلانه أن تقديرات الشرطة تشير إلى أن إسرائيل يمكن أن تشهد عملية أخرى كحارس الأسوار. وفي الأثناء يغادر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن الليلة لعقد جلسة محادثات مع المسؤولين الأمريكيين. إذن على ماذا يدل التصعيد الأخير في الضفة الغربية بعد أقل من يوم من زيارة نتنياهو إلى عمان؟ نناقش بعد التقرير. يوم حافل لقوات الأمن الإسرائيلية على المستوى الميداني، تخلله إحباط لعملية طعن قرب مستوطنة كدوميم شمالية الضفة الغربية وتحييد منفذها وفق الرواية الإسرائيلية، وهدم بيت منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط عدي التميمي، ومقتل فلسطيني داخل المخيم جراء اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات حرس الحدود، إلى جانب إعلان جهاز الأمن العام الشباك تفكيك خلية في الضفة يرجح أنها عملت لصالح حركة حماس، كما سحبت تصاريح 230 عاملا من قطاع غزة. ادعى الشباك أنهم على صلة مع نشطاء في الضفة. الأحداث المتسارعة هذه ما هي إلا مؤشرات لصحة التقديرات الأمنية المحذرة من انزلاق الأوضاع في إسرائيل نحو مربع المواجهة العسكرية مع الفصائل الفلسطينية خلال شهر رمضان المقبل. على المستوى الدبلوماسي، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترقيع الخروق التي ارتكبها شريكه في الحكومة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إذ تعهد أمام الملك الأردني بالحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي خلال اللقاء الثنائي الأخير، إلا أن لدى بن غفير رأيا مخالفا لرئيس حكومته إذا أعلن نيته عن مواصلة دخوله إلى المسجد الأقصى. الحليفة الأمريكية تواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية اليمينية وتتابع برامجها الاستيطانية والسياسية عن كثب، ما دفع وزير الأمن يوآف جالانت زيارة واشنطن لتهدئتها من جهة ولترتيب تدريب عسكري مشترك والأكبر في تاريخ البلدين لمواجهة العدو الحقيقي لإسرائيل إيران، التي يعتقد مراقبون أن نتنياهو سيفر من أزماته الداخلية عبر مواجهتها أو مواجهة حلفائها في المنطقة. ولنقاش هذا الملف ينضم إلي من رام الله الوزير الفلسطيني السابق الأستاذ أشرف العجمي، أهلا بك. كما ينضم إلي من عمان الخبير في الشؤون العربية والاستراتيجية الأستاذ عمر الرداد، أهلا بك أستاذ عمر معنا. وينضم إلي هنا في الاستوديو السكرتير العسكري سابق لوزراء أمن إسرائيليين والمنسق الأعمال الإسرائيلية في الضفة الغربية سابقا أستاذ إيتان دانغوت، أهلا بكم جميعا. دعوني أن أبدأ معك أستاذ إيتان. أستاذ إيتان، العديد من القرارات للحكومة الإسرائيلية المتعلقة بجانب الفلسطيني، ولكن آخر القرارات كان نقل الإدارة المدنية بالكامل ورسميا إلى الوزير سموتريتش، بالإضافة إلى تهديد الوزير بن غفير بدخول المسجد الأقصى مرة أخرى ومجددا، واستمرار بالطبع القتل والاعتقالات. كيف تقرأ الوضع الحالي وإلى أين ستتجه الأمور؟ نحن موجودون في حرب ضد الإرهاب، هذه المعركة الأساسية أمام تنظيمات إرهابية موجودة في السلطة الفلسطينية، يتم تشجيعها من قبل وتمويلها من قبل حماس والجهاد الإسلامي وعناصر أخرى بهدفين: الهدف الأول المس بالقوى الأمنية الإسرائيلية، والأمر الثاني هو استمرار إضعاف سيطرة أبو مازن. هذه المصلحة العليا لحركة حماس. كانت هناك زيارة هامة لرئيس الوزراء نتنياهو في الأردن، لقاء استراتيجي، لقاء حمل رسالة تجاه الأردن كجارة وحليفة هامة جدا لإسرائيل، حليفة على مدار عشرات السنوات في مجالات كثيرة منها الطاقة وغيرها. والأمر الأساسي، نحن أقل من شهرين على اقتراب شهر رمضان، من المهم أن نوضح للأردن كدولة مسؤولة
مسؤولة عن الوقف والمسؤولية التي تتحملها في القضايا الدينية. هذا لقاء هام يهدف إلى تأمين الوضع الراهن وخلق حوار بين الزعيمين وزرع الثقة لدى الجانبين. أستاذ إيتن، تتحدث عن أهمية هذه الزيارة، ولكن يوم بعد هذه الزيارة وهذا اللقاء لا نرى تغيير على أرض الواقع، وتم الإعلان قبل قليل أكثر من ذلك على نقل الإدارة المدنية رسميا إلى الوزير سموتريتش. أستطيع أن أقول لك أنه في الرؤية الشاملة المسؤولية الكاملة تقع على رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا سيما بسبب ما ذكرته. إذا ما أردت، هل لا يوجد هناك تأكيد رسمي من نقل الصلاحية لسموتريتش؟ هذا سيكون خطأ. نقل كافة صلاحيات الإدارة المدنية أو وظيفة منسق شؤون الحكومة في الضفة الغربية لمسؤول وزير آخر حتى وإن كان في وزارة الأمن، هذا يضر بالعمليات ويضر بالأمن، يؤثر على العمل اليومي في فترة حساسة. أقول بشكل شخصي كصاحب تجربة، يمكن في اتفاقيات ائتلافية أن نعطي سموتريتش صلاحيات بشأن الاستيطان، ولكن للجيش الإسرائيلي هناك قائد واحد، وفوق هذا القائد يوجد وزير واحد، ولا يمكن تغيير هذا الوضع. الملف الثاني فيما يتعلق بتصريحات بن غفير بعد ساعات من زيارة نتنياهو إلى الأردن، هذه تصريحات غير لائقة وليس في مكانها، ليس بسبب الأردن، ولكن لأنه جزء من الحكومة ورئيس الحكومة تم استضافته في الأردن. لكنني أعتقد أن نتنياهو سيلجم بن غفير، وهذه التصريحات موجهة إلى ناخبيه في الضفة الغربية. نعم أستاذ أشرف، ما المتوقع من الجانب الفلسطيني في ظل كل القرارات التي تتخذها هذه الحكومة الحالية المتعلقة بجانب الفلسطيني، وموضوع يعني إعطاء سموتريتش المسؤولية الكاملة عن الإدارة المدنية، ما الذي يعني هذا بالنسبة لكم؟ يعني هذا من الناحية السياسية، يعني أن إسرائيل قررت ضم الضفة الغربية بشكل نهائي، وإسرائيل تقول للعالم بأن الضفة الغربية لم تعد تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي كما كان سابقا، على اعتبار أن هذا وضع مؤقت، سلطات الاحتلال تبقي هذا الوضع على أساس أنها ستنسحب من ذلك. ولكن عندما تتحول الضفة الغربية لتحت سلطة مدنية، هذا يعني الضم دي فاكتو، الضم الأمر الواقع، وهذا ما اتفق عليه بالمناسبة سموتريتش وبنيامين نتنياهو. بالتالي إسرائيل تستدعي كل أنواع العنف والتصعيد داخل المناطق الفلسطينية، وليس الفلسطينيين هم الذين يذهبون إلى ذلك. إسرائيل تضعف الرئيس محمود عباس، إسرائيل تضعف السلطة الفلسطينية، إسرائيل تغلق الباب أمام أفق حل الدولتين، وإسرائيل تقول للفلسطينيين أمامكم أمر واحد فقط، أن تقاتلونا، ليس لديكم أي خيار آخر. طالما أن إسرائيل تذهب بهذا الاتجاه، هي لا تعطي الفلسطينيين أي مجال، تضعهم جميعا في الزاوية، وتضعف كل الذين يتحدثون عن مفاوضات، والذين يتحدثون عن تسوية سياسية، والذين يتبنون حل الدولتين. هؤلاء إسرائيل تضعهم في زاوية وفي وضع سيء وبائس للغاية، وفقط تظهر على السطح من يريد أن يستخدم الكفاح المسلح وأن يريد أن يقاوم إسرائيل، وهذا يقنع عدد كبير من الجمهور الفلسطيني بأنه لا مجال للحوار مع إسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل، لا يوجد شيء نتفاوض معه على إسرائيل بعد أن تتحول الضفة الغربية إلى جزء من إسرائيل أو جزء كبير منها، وخاصة المستوطنات وجزء كبير منها، تخصيص 60% من مساحة الضفة الغربية. وهناك قرارات إسرائيلية كثيرة بما فيها هدم أي منشأة فلسطينية قيمة أو تقام في منطقة سي، بمعنى أن الفلسطينيون لا سلطة لهم على مناطق سي ولا أمل لهم في الحصول على شيء منها، وهذا بالمناسبة مخالف لاتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو يقول أن هناك نبضة ثالثة من الانسحاب، إسرائيل تخلي فيها معظم مناطق سي باستثناء المستوطنات ومناطق عسكرية، وهذا لا يذكر في إسرائيل. إسرائيل تتصرف وكأنه لا اتفاق موجود، ولا مرجعية دولية للعملية السياسية، ولا أفق لحل الدولتين، ولا شيء من هذا الخبيث.
نتحدث باللغتين بالمناسبة، يعني نتنياهو يقول شيء لزعماء العالم ولكن على أرض الواقع شيء مختلف. وبهذه نقطة سأنتقل إلى سأنتقل إلى أستاذ عمر. بعد يوم أستاذ عمر من لقاء العاهل الأردني ونتنياهو، لا تغيير على أرض الواقع، بن غفير يهدد بزيارة المسجد الأقصى مرة أخرى ويقول لا دولة لها وصاية على الحرم القدسي، كيف تنظر الأردن إلى كل هذه التحركات وهل بالفعل طمأن نتنياهو العاهل الأردني؟ أعتقد بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد الزيارة كان واضح جدا، تعهده والتزامه بالوصاية الهاشمية وبالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، كما طالب جلالة الملك أيضا بالمطالب الأردنية الثابتة والمعروفة سواء بحل الدولتين والدولة الفلسطينية المستقلة، فالأردن يقف إلى جانب أشقاء الفلسطينيين بلا أدنى شك. لكن قضية بن غفير وتهديده هذه نقطة خلافية، أعتقد رغم أنه لم يصدر موقف رسمي أردني إذ ليس مطلوبا من الأردن أن يعلق على كل ما يصدر عن بن غفير أو عن المتطرفين الإسرائيليين اليوم الذين أصبحوا جزء من الحكومة، أن يصدر تعليقات على كل ما يتحدث به. لكن نؤكد أن الأردن يضع علامات استفهام كبيرة على هذه التصريحات، ومؤكد أن القيادة الأردنية تدرك أن بن غفير ما قصده هو أو جاءت هذه التصريحات في إطار خلافات داخلية وهي ضد نتنياهو بالدرجة الأولى، وتعمل على كشفه وتعرية نتنياهو أكثر مما تضر الأردن. فمواقف الحكومة الإسرائيلية بصرف النظر اعترفت بالولاية الأردنية على المقدسات وبالحقوق الأردنية والفلسطينية بالضفة الغربية أو لم تعترف، هذا مرتبط بموقف الحكومة الإسرائيلية وليس بأفراد منها. أعتقد أن القضية بالنهاية بن غفير وتهديداته هي ضمن سياقات داخلية وتحرج نتنياهو أكثر ما تحرج أي طرف آخر، والأردن أعتقد لديه من الصبر ليمتحن مدى التزام نتنياهو ومدى ترجمة الأقوال إلى أفعال دون أن ينفي ذلك سيناريو أن يورط ليس إسرائيل الحكومة الإسرائيلية فقط، بل أن يورط المتطرفون دولة إسرائيل بالكامل في حالة فوضى قادمة لا يعلم مداها إلا يعلم مداها إلا الله. ونتذكر تحذيرات جلالة الملك بأننا مقبلون في حال استمرار هذا الجمود وعدم وجود برنامج يفتح الأفق لحل الدولتين وللسلام ولنيل الفلسطينيين لحقوقهم إلى جانب نيل الإسرائيليين لحقوقهم، سيفتح المجال والأفق أمام تصعيد بالمنطقة. ونحن نرى اليوم القوى الرافضة. نعم بعد قليل أستاذ عمر ابقى معي لو سمحت. أستاذ إيتن بن غفير قال أن سيناريو تكرار حارس الأسوار منطقي في هذه المرحلة، ويمكن أن نشهد حارس الأسوار اثنين بالإضافة، ويعني أعلن عن تعزيز لقوات الشرطة وإنشاء وحدة أطلق عليها الحرس الوطني، ونعرف أن حارس الأسوار الأخير اندلعت على خلفية التوتر في المسجد الأقصى. إلى أين سنتجه؟ هذا صحيح، لكنني أخذ تصريحات بن غفير في سياقها. لا يجب التعاطي مع كل تصريح. إحدى استخلاصات العبارة الإسرائيلية من الحرب الأخيرة كان فقدان السيطرة في المدن المختلطة داخل إسرائيل. استخلاص العبارة الأساسية هي أن دولة إسرائيل عليها أن تستعد لمنع تدهور الأمور باتجاه العنف، وأن تنجح في السيطرة على هكذا العنف ومنع مواطنيها الأمن والأمان. هذه هي الأولوية الأساسية، العنف في المجتمع العربي، العنف نحن نراه أيضا لدى اليهود في الشوارع وفي كل مكان. دولة إسرائيل عليها
بكل ما أن بتخون أبنين تتخذ إجراءات لضمان أمن مواطنيها. صحيح أن الأحداث والمشاعر الدينية وكلما اقتربنا من رمضان يمكن أن نرى أنفسنا أمام تكرار السيناريو الكناني. أنظر إلى تكرار عمليات النار في البلدات العربية وأعمال القتل في الشارع الإسرائيلي. هذا يتطلب علاج فوري. إذا ما اتخذ الإجراءات تجاه كل هذه المشاكل فهو في الطريق الصحيح. أنا كنت في الجيش سنوات طويلة. حارس الأسوار اثنين لن يشبه حارس الأسوار واحد، لأن المعركة الأولى كانت ضد حماس. نحن منذ تلك الفترة موجودون أمام موجة إرهاب. أستطيع أن أقول لأشرف وأعطى رؤية تنبؤات لعشرات السنين الأمام لا تستند إلى أي واقع. كل يوم يخرج 80,000 فلسطيني للعمل في الضفة الغربية، كل يوم من الضفة الغربية إلى إسرائيل، و20,000 فلسطيني من قطاع غزة إلى إسرائيل. هناك تمييز بين الأغلبية التي تصوت من أجل الاقتصاد ومساواة الاقتصاد بالأمن. وأنصح أشرف وزملائه بأن يهتموا بتثبيت سيطرتهم وبالاستعدادات إلى مرحلة ما بعد عباس. بالنسبة للمخاوف من الضم، وأنا أتفهم ما قاله، ولكن سموتريش هو وزير آخر في وزارة الأمن. إسرائيل لم تغير رؤيتها. هل سنرى ضم؟ بنيامين نتنياهو لديه مشكلة أساسية مع مواطني دولة إسرائيل، والمشكلة الأساسية هي إيران. نتنياهو يريد تطوير العلاقة مع السعودية. هناك حلف لا يتجزأ مع مصر والأردن، وعلاقات متبادلة. الملف الفلسطيني هام، وفي نهاية المطاف أمل أن قيادة نتنياهو حتى في حكومة يمينية ستجلب التوازن، وأن الأغلبية العظمى في دولة إسرائيل يدعم ما أقوله. أستاذ أشرف، هل يمكن أن تنفجر الأوضاع إلى حد جولة جديدة من حارس الأسوار؟ يعني لا أدري، هذا توقع قائم يعني بعض الأوساط الأمنية تتحدث عن ذلك، ولكن الوضع في الميدان متوتر للغاية، والاستفزازات في الأقصى ربما تقود إلى انفجار الوضع برمته، سواء في الضفة الغربية والقدس أو حتى مشاركة قطاع غزة بطريقة أو بأخرى. أعتقد أن الوضع على درجة كبيرة من الخطورة، وأن التصريحات الإسرائيلية والاستفزازات المتكررة هي تصب الزيت على النار. نحن نتحدث عن عمليات قتل يومية، يعني على الأقل يقتل فلسطيني كل يوم. هناك عمليات اعتقال، اجتياحات، هدم منازل، كل شيء تحول لدى الفلسطينيين يذكرهم بأن الاحتلال البغي بكل أشكاله السيئة والهمجية قائمة طوال الوقت. نحن حتى اتفاق أوسلو الذي عقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يساهم في نهاية المطاف بإنهاء هذا الاحتلال أو تقليصه. نعم، يعني أستاذ أشرف، نعم، يعني نرى أن الجانب الفلسطيني في هذه المرحلة يستمر في اللجوء إلى المحافل الدولية. قبل أيام رئيس وزراء إشتية تواجد في بروكسل واجتمع مع وزراء الخارجية الأوروبيين. هل تعولون على المساعي الدولية فيها التأثير على حكومة نتنياهو؟ يعني لا يوجد خيار أمام القيادة الفلسطينية سوى التوجه إلى المحافل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وكل الهيئات التي تحمل مضمون القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نحن في عالم تحكمه قوانين وأنظمة وليس في غابة. إسرائيل تتصرف وكأنها في غابة، ولكن في نهاية المطاف هناك منظومة دولية تنتصر للحق والعدالة. نحن في هذه المرحلة لا نرى أن العالم سيتحرك بشكل سريع وفاعل، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية لديها أولويات كثيرة، ولكننا لا نهمل هذا الملف ونعتبره يعني ملفا أساسيا. ولكن هناك أيضا على الميدان أشياء تحصل وهذه ستؤثر، وعمل وصعود تصعيد الموقف في الميدان سيؤثر أيضا على الاهتمام الدولي وجه العالم ينظر للصراع. ابقى مع أستاذ عمر، في حال انفجرت الأمور بالفعل، يعني أي إجراءات يمكن للأردن أن يتخذها من أجل الضغط على حكومة نتنياهو؟
الحقيقة الأردن ربما يملك العديد من الأوراق، وبين قوسين هي أوراق دبلوماسية تسهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، وأعتقد أن هذه الأوراق تستند اليوم كما قال جلالة الملك في المقابلة. أولا يجب أن ندرك أن هناك موقفا فلسطينيا أردنيا موحدا إلى حد كبير جدا مع القيادة الفلسطينية في رام الله تجاه المطالب الفلسطينية والأردنية في هذه المرحلة. الأردن أيضا كما قال جلالة الملك مقابلته أيضا بالسي أن أن يستند إلى تيار إسرائيلي معروف بمعاداته أو رفضه لهذا الخط اليمين المتطرف، وهو الذي يظهر اليوم في أيام السبت بمظاهرات تتجاوز 100,000 شخص أو أكثر، ويتوقع أن تسهم بالمزيد من الضغط على حكومة نتنياهو على الصعيد الداخلي. ولكن أيضاً بعيدا عن الداخل، إذا ما نظرنا عربيا أستاذ عمر، يعني لا نرى تغيير في موقف الدول العربية من إسرائيل ومن حكومة نتنياهو على الرغم من كل الإجراءات التي تتخذها في هذه المرحلة، كيف تفسر هذا؟ لا، على العكس من ذلك، أعتقد أن حتى القاهرة وعمان وبالإضافة لدول السلام الإبراهيمي في الخليج أدانت على سبيل المثال تصرفات بن كفير واليمين الإسرائيلي المتطرف، وأعلنت حتى بعض الأوساط رفضها استقبال الوزيرين المتطرفين والأكثر تشددا في إسرائيل. أعتقد ولكن التحضيرات لمنتدى النقب أستاذ عمر يعني يستمر، ونرى تحضيرات على قدم وساق. يجب أن نميز بين موقفين حقيقة، الموقف المصري والأردني والموقف الفلسطيني الذي يرى كرؤية استراتيجية أن الأهمية للقضية الفلسطينية ولإحلال السلام بالضفة الغربية وقطاع غزة بالدرجة الأولى أنها أولوية. وأشقاء العرب في دول الخليج حقيقة أن دافعهم حتى لعقد السلام مع إسرائيل والتطبيع لا أعتقد أنه يعني يجب أن لا يفهم ولا أدافع عنهم أنه ضد القضية الفلسطينية ونسيانها، بقدر ما لديهم اهتمام حكمته الجغرافيا السياسية في منطقتهم مرتبط بتهديد الخليج. اليوم واضح جدا أن سياسة الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يروج أنه باتجاه السلام والتطبيع مع المملكة العربية السعودية وتنمية وتعزيز التعاون مع الإمارات ومع البحرين اللي وقعت سلام، وفتح أفق أيضا مع قطر ومع عمان. هذا لا نختلف عليه، ربما يحصل في قادم الأيام، لكن يفترض ألا يكون ضد القضية الفلسطينية. وأعتقد أنه ما لم ليس مشروطا على الحكومة الإسرائيلية، لكن ما لم يتم تحقيق تقدم وهذا في عملية السلام وفي الدولة الفلسطينية، أعتقد أن حتى الدول المطبعة والموقعة على معاهدات سلام مع إسرائيل غير قادرة على المضي في إجراءات أو في مواقف ضد إيران، وإن كانت لا ترى في إيران صديقا، لا ترى في إيران أستاذ عمر أبدا، لكن لا تستطيع أن تقف إلى جانب نتنياهو وهو حكومته تتجاوز على المسجد الأقصى، تقتل الفلسطينيين وترفض الدولة الفلسطينية. ابقى معي لو سمحت أستاذ إيتان، تريد التعقيب على موقف الدول العربية بخصوص لو سمحت. الوضع القائم في القدس يبقى، لم يتم خرقه، هناك بالون يتم نفخه بشأن خرق الوضع القائم، حتى وإن جاء بن كفير ليصلي وهو لن يصلي ويقوم بجولة داخل الحرم، هذا لا يعني خرق الوضع الراهن. لنكون واقعيين، لا توجد أي نية لإسرائيل لتغيير هذا الوضع، أعرف هذا من الماضي ومن الحاضر. هناك جوقة تحريض التي تحاول إقناع الجمهور. ثانيا، اتفاقيات إبراهيم
ستبقى الشرق الأوسط تغير، هناك عدو مشترك اسمه إيران، لا يجب إلغاء الملف الفلسطيني من كل هذا السياق الإقليمي، وهنا المسؤولية ملقاة على حكومة إسرائيل وعلى أكتاف السلطة الفلسطينية يقع الواجب أن تحارب الإرهاب وأن تعيد النظام إلى الميدان حيث تفقد السلطة سيطرتها، الواقع أقوى من أي شيء. سكرتير عسكري سابق وزراء أمن إسرائيل، شكرا جزيلا لك من رام الله. الوزير الفلسطيني السابق أستاذ أشرف العجرمي، شكرا جزيلا لك، ومن عمان الأستاذ عمر الرداد خبير في الشؤون العربية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ونناقش ملفنا الثاني، ابقوا معنا.